قلت لكم انه لاكشمي مثل بنتي، واذا حدا بيهينا هون بنتك عم تعيدها كمان. بابا انا كثير اسفه، ما كان بدي اقول هذا الشيء، بس يبدو هلا لازم اقوله قبل ما تساويها مثل بنتك. اطلع على منظرها بالاول واطلع على مستواها كمان. قلت لك خلص يا سونيا، خلصنا. بابا ليش ما عم تفهمني؟ امي ممكن تترك البيت. بس نيلام، انت ما عم بتشوفي شو عم بيصير بالبيت؟ هالشي مو صحيح، مزبوط؟ انت الكبيره، بكفيك عناد. الكبيره؟ انا كبيره؟ انت مفكر اني الكبيره هون؟ غلطان، لانه انت وحماتي الكبار. ومين العنيد بيننا؟ ما في داعي نحكي بالموضوع بعد هلا. قلت لك قراري من امبارح، وانت يلي لازم تاخذ هذا القرار. مو هيك بس، لو سمحتي انت يعني. بابا لو سمحت، مو مشكله ابدا. بكل الاحوال انا ما كنت حابه اجي، لهيك رح اروح خلص. لو سمحت لا تحكي معه شيء. لكشمي بس... انت ريشي لو سمحت، انت ما رح تحكي شيء، وبصراحه انا ما كان بدي ارجع اجي لهون. وماني زعلانة من أي شيء صار، لهيك أنتو ما في داعي تاكلوا همي. الأحسن لو أني ما أجيت لهون. أنا رح أمشي هلأ. يلا شالو لاكشمي. أنتي ما تروحي، لا ماما، قصدي خالتي. أنا عن جد ما بدي أبقى هون، ولهيك رحت من قبل، وهلأ رح أرجع أروح. لو سمحتي أنتي لا تقولي أي شيء. بس أنا قلت أنتي ما رح تروحي. بس أختي. لا أنتي شو عم تقولي؟ أنتي شو عم تساوي؟ إذا هي بدها تروح تركيا خليها تروح ونخلص منها. أو لحظة، يعني أنت غيرتي رأيك؟ هذا البيت هلأ رح يتحول لساحة معركة. عن جد ما بعرف شو يلي رح يصير معه. شو رح يصير عمتي؟ ما بيصير شي. ليش عم تفكري بالموضوع؟ هاد بيت عمتي نيلام، وهي عائلتها، وهي الأساس بهي العيلة. أكيد ما رح يخلوها تروح. والشخص اللي رح يترك هاد البيت اليوم هو لاكشمي، أكيد مو عمتي نيلام. عن جد بتمنى هذا الشي يصير سونال، لأنه إذا صار أي شي غلط اليوم ونيلام تركت البيت وراحت، وقتها رح ينتهي كل شي عملناه. لأنه شفت كيف نيلام أسست هاي العيلة ومرقت بكتير مشاكل وصعوبات بحياتها. وإذا كان فيريندرا شخص ناجح، فهذا الشي بسبب نيلام وبسبب دعمها.